فين سرحت وما بترد علي؟ القروش واجد والحمد لله. الفلوس لك؟ الحين تأكدت هو يدري بالقروش؟ رد علي. انت في حد قال لك اني ما اخذ منه قروش وما رديتها؟ لا. اجل لا تسأل. اقصد يمكن اكون اتأخرت عليك بالفلوس. وانا ما طلبتك يا عم. انت ليش قاعد تسوي مشاكل وتبغى تسويها قضية؟ فلوسك بكرة تكون عندك. قروشك ما بيها. الحين انت متأكد ان هذا هو المحل؟ نعم طال عمرك، هذا هو المحل. الصقر، صقرك صقر بحر مسافر. ما ادري، انا اللي قلت لك اللي صار بيني وبينه بالحرف الواحد. تدري لو يطلع انه هو الذي بلغ عني يا شيخ، لا اذبحه، ذبح بيدي اقطعه. ادري طال عمرك تسويها، لكن انا مو شايف سبب مقنع يخليك تدور عليه وانت الحين مطلوب من الشرطة. الصقر هذا هو الأمل الوحيد اللي يعوضني خسارتي بعد ما دهمتنا الشرطة. ما فهمت طال عمرك. القصة طويلة طويلة، ما هي وقتها الحين، ما هي وقتها يا لطفي. والحال طال عمرك، احنا ما نقدر ننتظر هنا كثير. اسمع، انزل للموظف هذا اللي داخل المكان، ها، وحاول تتحرى عن صقر، بس احذر احذر ثم احذر تجيب اسم صقر على لسانك. ابشر طال عمرك، انا تلميذك، انا اسال عن البضاعه والشغل قبل وبعدين اعرف صقر وين. لا تخاف طال عمرك. طحت على راسك، طحت على راسك يا مشاري. أنا يا طويل العمر، أنا مالي دخل، أنا عامل فقير مسكين وعلى باب الله. لطفي اعترف بكل شيء، وانت عارف الاعتراف يخفف من العقوبة، وشريكك لطفي اعترف عليك بعد، وانت عارف يبون يحملونك الجريمة بالكامل. أنا ما فهمت أي شيء. أدري أنك ما تفهم، وأنا أبي أفهمك وأسمعك اعترافاتهم. أنا جاهز. ولا أقول لك وش قالوا؟ وش قالوا؟ زين، قالوا أنك الساعد الأيمن للقبطان عثمان، وإذا اعترفت بكل شيء صدقني بساعدك. ها؟ صحيح يا طويل العمر؟ أكيد بساعدك، وأنا عارف أن مسارع ولطفي يبون يورطونك بالجريمة بالكامل. ترى يا طويل العمر، كل اللي قالوه عني ترى مو صحيح يا طويل العمر، وأنا مستعد أعترف بكل شيء. أبشر، إيش سويت؟ قاسم طالع المزرعة وصقر معاه. صقر طالع مع المزرعة؟ إيه. يا ترى ليه؟ ما أدري طال عمرك، بصراحة أنا ما أقدر أتعمق معاه في الكلام، أخاف إنه يحس بشيء ولا يفهم شيء. برافو عليك، سويت طيب. لكن أقول لك، أنا خايف إن قاسم عارف شيء عن صقر. شيء مثل إيش طال عمرك؟ يا بني آدم، صقر ذا ملايين ويسوى ملايين، وقاسم لو عرف هذا الشيء بيكوش على الولد. قاسم هذا مو سهل أبد. لا بالله ما هو سهل أبد، إنما أقول لك لابد يشوفنا خطة ورتب أوضاعنا مع قاسم هذا بالذات إذا كان صقر عنده. أبشر طال عمرك. يلا اطلع. أبشر. وقف.
صدقيني يا أخيتي، اللي سويتوه مع ولدي أنا ما سويت. ولدك ينحب، صدقيني ما كان يفارقني ولا لحظة. أدري أنت بعد أمه. الله يعلم. خلاص صار لازم نسافر. لا وين تسافرون؟ أنا تونست فيكم. أبي أرد ديرتي، يمكن ألاقي خبر عن ولدي. قلبي يقول لي إنك بتلاقينا بإذن الله. الله يسمع منك. ممكن أطلب منك طلب؟ تدللي. عرفت إنه الشيخ نفل بيربي خيول وبيعرف كل تجار الخيل. إيه؟ ممكن أحكي معه وشوفه؟ بأي وقت. أتمنى لو الشيخ نفل يساعدها. الشيخ نفل ما بيقصر معاكم، وتأكدي إن الحين بعلم الشيخ نفل بطلبك. بس أبوي سلمت. اسمع أبو طارق. نعم طال عمرك. إذا أنت مصر على الروحة أنا أروح وياكم. لا طال عمرك ما يحتاج أعذبك، الضابط متعب جزاه الله خير ما بيقصر. لو صارت عندي أي معلومات لزوم توصلني. ما عليه طال عمرك ما عليه، لطيفة ملزمة تروح، وانت تدري قلب الأم. ايه الله يكون بعونه ويجمعها بولدها إن شاء الله. آمين. صقر يا صقر. صقر يا صقر. عجيب. صقر يا صقر. عندما تقرأ هذه الرسالة أكون قد رحلت، ربما إلى الرياض أو إلى أي مكان ما من العالم. لا أدري، لا أدري حتى الآن. رحلت لأبحث عن نفسي وعن نسبي. لم أكن يوما ما قاطع طريق، أو كما تظن من الذين يعملون بالتهريب وبالأشياء التي حرمها الله. هذا قد يكون جوابا لأسئلتك الكثيرة حولي. شكرا، شكرا لأنك رجل طيب، ولأنك وقفت معي في مهنتي. لكن هذه النقود، وهي أموال حصلت عليها من رجل يعمل بالتهريب، قد أصبحت ثقلا على نفسي. تصرف بها كما تشاء. هذا قد يكون جوابا لأسئلتك الكثيرة حولي. وهي هي قصتي يا شيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب شو المطلوب مني أنا؟ هاي صورته مع المهرة، وهي صورة عن جواز السفر. أنا بسأل التجار عنه، وإذا عرفت أي معلومة ببلغك. أنا معتمدة على الله ثم عليك يا شيخ. قلت اسم الشيخ رباح؟ أي يا عمي، الشيخ رباح حمد. وهي صورة عن عقد الزواج، خليها معك لأنه عندي وحدة تانية. طيب إذا كان العقد مزور كيف نعرف أنه سعودي؟ العلم عند رب العالمين. بس أمي متأكدة أنه سعودي،
وانه المهره انساءت للسعوديه كمان. ان شاء الله ما يصير للخير، وخلي املك بالله كبير يا رب. كيف قدر يهرب؟ كيف قدر يهرب؟ حنا ما خلينا احد بالمغاره، ما مسكناه طال عمرك. اجل وين؟ تقدر تقول لي وينه؟ ما ادري. طيب وش سويتوا في الرسام؟ رسمتوا صوره الرجال؟ يمكن خلصت، الحين اشوفها طال عمرك. طيب. السلام عليكم. سلام، تفضل. انا طال عمرك حامد محمد علي. ما فهمت عليك. انا حامد اللي كلمك العقيد متعب من الرياض بخصوص. اي كلمني قبل شوي. شوف، ابغاك تعجل لي بالرسمه ويرسمها الحين. تامر طال عمرك. اقول يا طويل العمر، انا اذا كنتم مشغولين او وراكم شغل انا اروح واجي بعدين. لا لا لا، احنا معك، بس للاسف احنا كنا مداهمين عصابه، ولكن القبطان عتمان ما كان معاهم. عتمان؟ عصابه عتمان اللي الحر معهم طال عمرك؟ للاسف حتى الحر ما لقيناه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا مكلم العقيد متعب عشانه. الصوره طال عمرك. انت متاكد؟ كل اللي مسكناهم اكدوا انها صورته طال عمرك. عمو ما عليها على الحدود واقسام الشرطه كلها، ما ارتاح الا ما احط ايدي عليه. تامر طال عمرك. قل لي يا حامد، وش صورتك انت بالحر؟ هذه قصه طويله طال عمرك، بدت بالطمع والجشع. يا بكر، الفرس هادي تأكلها طيب إن شاء الله، واللي أكلتها زين تأخذها وتلف بيها شوية تمشيها إن شاء الله. زين؟ هيا توكل على الله. حركة تطلع منك رصاص هذا المسدس كله في دماغك. قل لي، بحر مسافر فين يا باشا؟ بحر مسافر مين؟ صقر. مين صقر هذا؟ صقر كان عايش معاك هنا في هذه المزرعة، لازم تقول لي وين هو ولا تشهد على روحك. أنا ما أعرف عنه شيء هذا صقر. وبعدين شيل يدك، شيل السلاح عني وأنا أقول لك. تكلم تكلم قبل اطلع من طوري، تكلم. حاضر حاضر. بصراحه هو مشي من هنا قبل صلاه الظهر. قادر الديره. طيب وين راح؟ صدقني ما ادري. انت العمي ولا ايش انت؟ العمي ولا ايش معاك انت؟ صدقني ما ادري. واذا ما انت مصدق، هذه الورقه تركها معايا قبل ما يمشي. الدراهم اللي اخذها من المهرب وين هي؟ موجودة. هات.
اسمع، تتكلم عني، تقول شيء عن ما صار معاك هنا، معناته الله يرحمك كان فيه واحد اسمه قاسم، فاهم ولا لا؟ يلا الغرفة هذه وإياك تلتفت ولا تتكلم ولا تتدفس، معناته انتهى. يلا ومثل ما وصيتك ابو طارق، اول ما توصل ان شاء الله ديرتكم تتصل فيني وتطمني. اكيد طال عمرك اكيد، وانا من صوبي ما اعرف كيف اشكرك، انت تحملتني وايد وما قصرت. احنا الحين صرنا اهل. اي والله وزود وزود. الله يسلمك. الا ما توصيني بشيء طال عمرك. سلامتك، بس مثل ما قلت لك، الله الله، اول ما توصل بالسلامة تطمني عليكم ان شاء الله. تفضل تفضل. الساعه المباركه. الله يبارك فيك. يا هلا بالغانمين، توتن دايمه صحه وهنا. هوا ما يتخبى، وترى من يوم وانا قلبي متعلق بيه. ايه انت ليه ليه دايما تدوم الدوله على خراب بيتي؟ ربنا يساعد اللي يساعد. ان ما خدمتها لي ما نخدم يا رجال. ان اطعمك الله اطعم. الطمع ما هو زين يا صديقي، ما هو زين. يقولون ان اللبن يطفى العطش، صحيح؟ جاني ماجد وثيابه ملطخه بالدم. وش تقول؟ صار لي ليلتين عيوني معي عن النوم. اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم. اركضوا اركضوا جيبوها بتاع. احنا قاعدين على فراشك ودايسين على بساطك. لكم ده عندكم مخمسه بالذل يا ضيعتك يا جريته. ما هو انت اللي ربيتنا على المحبه يا العود، شلون عاد نصير عليك ها؟ النخوة يومياً 7:30 مساءً على قناة ذكريات. أي طلب؟ زين زين، فهمان الله. عبد الرحمن سام طال عمرك، ابيك تعمم على صورة الحر على جميع اقسام ومنافذ المملكة. الحر يحمل جواز باسم بحر مسافر. ليه بتشك انه مسافر؟ اكيد انه بيسافر اذا وقع بين فك الكماشة عصابة عثمان والشرطة بعد. سام طال عمرك. وين ناوي يروح؟ لو واحد مثله ومعاه قروش، وين بيروح بها؟ أكيد بيسافر. الحقيقة يا شيخ عمر، سالفة خالد ولد منصور أكدت لي إن الدنيا بعدها بألف خير ولله الحمد. صدقت يا شيخ، مو شرط الحلم يطلع من واحد كبير بالعمر. وانت صادق يا شيخ. على فكرة عليا صديقة أم الحر عندها قصة طويلة، عاد ما أبغى حد يساعدني غيرك أنت فيها. أبشر وأنا حاضر. طول عمرك، أنت تامر وأبشر. السالفة يا طويل العمر. هلا والله، زين اللي تذكرتني. أنت بالقلب يا نورة، بس أنت تدرين عاد هالضيوف اللي جاونا اليوم وسافروا. إيه الله يسهل عليهم وينولهم مراتهم بعد. قلبي مع عمتي الهنوف. ليش؟ الجرح القديم انفتح من جديد يا نورة. الجرح ما يندمل، صحيح النسيان زين، لكن الإنسان لما يتذكر جرحه يصير أصعب من الأول. ايه صادق، أنا كنت أقصد إنها نسيته. اللي يحب ما ينسى يا نورة. تظنين اني اقدر انسى صقر؟ انا اخطيت وفتحت سيره قديمه. ما يخالف. وش رايك تريح؟ الحقيقه انت ذكرتيني بشيء كنت ناسيه.
وش هو؟ سيرة صقر. أكيد الحين هنوف حزينة على فراق أمه، ومثل ما قلتي جرح قديم منفتح. إيه؟ عاد أبي أستأذن، أكيد الهنوف الحين حزينة ولازم أكون معاه أخفف عنها. ما يخالف، أنت عاقلة يا نورة. اللي عاشرك لازم يكون عاقل. شلونك؟ الحمد لله بخير. جدتي هناك؟ ايه موجودة، تفضل. هلا ابوي. هلا هلا بقليبي. هلا هلا والله بجدتي، شلونك؟ الحمد لله يا قلبي. اشوف عمتي مزنة مي بهنا. عمتك مزنة الله يصبرها، من يوم ما طلعت من البيت من هنية ما رجعت ولا حتى اتصلت تليفون. المهم أنت وين كنت؟ كان ودي أروح مع عمي بدر وخالتي لطيفة بس ما لحقتهم، رحت أدور أخوي الحر الحالي. وين رحت؟ محتارة جدتي وماني عارف وش أسوي، يا أتحمل اللي يجيني وما أخاف يا أقعد في البيت، والظاهر اني اخترت. انا كلمت متعب وقال بيمر علينا باكر ان شاء الله، وسالته اذا في اخبار جديده قال له الحمد لله الاخبار كلها طيبه. الحمد لله يا ابا. تدرين يا بنيتي الشيخ نفل ما يروح عن بالي ابدا، ريال والنعم فيه، ما لقيت عنده غير الكرم والجود والاحسان. حتى الشيخ حلو، ترى ما دخل عندنا طيبة واحترام. وتصدق يا يبا، أنا من يوم ما شفتها حبيتها، حسيت إن ولدي ما تطلع منه العيب. تعرف ليش؟ لأن تربية نفل وهنوف. أي أقول إيش رأيك نتصل بأخوك طارق ونطمن عليه؟ اتصل يا يبا مثل ما تبي. عموما أنا بدخل أصلي وأنا. لا علي وينه؟ مسكينة نامت من التعب. أي. الله يعينه ان شاء الله. الشيخ نفل وعدني انه يدور على ابوها. الله يسمع منك يا ابو، عن اذنك. تفضل يا ابو. يا ترى وش المنتظرك بالرياض يا صقر؟ لا تعذبي روحك، يوم انت كنت بيت اهلك انا خليت النجار يغير القفول كلهم. اسكت لي يا سليمة، أنا استويت لك عشان تظلمني كذي؟ أنا ما أظلم أحد، أنا أحمي شرفي. تحمي شرفك تخليني محبوسة بين أربع أطواف؟ أبي أطلع أتنفس أكلم أحد، أبي أطلع أزور أمي. ها؟ تبين تروحين حق حامد؟ وأنت ما في غير سيرة حامد على لسانك؟ إنزين أنا عندي رأي، أنت اللي توديني وأنت اللي تجيبني. سمعيني زين، من اليوم ما في طلوع إلا للقبر. ليش ولا أنا فيها الحين مو قبر؟ اللي ياخذ سليمان يتحمل. سليمان الله يخليك يا سليمان، عطني المفتاح ابي اطلع بتنفس. ما ابي. زين ليش؟ لان حامد طليق وحر. حامد طلع ما ندري وين راح. ايش قلت هي؟ حامد طلع من بيت امي وما رجع. ولك عين تسال عن حامد؟ Thank you.
للأسف احنا جتنا إشارة أن ولدك مو في الديرة. احنا قبضنا على جميع المهربين، ما لقينا ولدك. ايش هالحكي اللي قاعد تقوله؟ أنا ولدي ضاع مرة ثانية؟ أغلب الظن أن رئيس العصابة خذاه وياه. في إخبارية وصلتني تقول أن عثمان كان يدلل الحر، وإخبارية ثانية تقول أنه حط المساعد الأساسي. أنا ولدي رئيس عصابة؟ أهم شيء أن ولدك عايش إن شاء الله وشريف ونظيف. وشلون عرفت؟ كل الأغراض اللي قدموها له المهربين رفضها وهرب منهم. يا ترى وين مكانك يا وليدي؟ بشوفك قبل لا أموت ولا لا؟ المهم الحين الخبر الأحسن، وهذا اللي خلاني أجيكم بعد الدوام مباشرة. خير يا ولدي، بشر. حامد اعترف بخطف الحر. شو تقول؟ حامد اعترف على الزهير وعمران والعيال اللي نفذوا العملية، والحين هم في السجن. تذكرين يوم قلت لك ما حد له مصلحة بخطف الحر غير حامد؟ أذكر يابا، أذكر. أقول يا طويل العمر، هذين اللي خطفوه وش بيصير فيهم؟ هذول قدامهم أحكام طويلة واتهامات كثيرة، وما يستدنى الشهادة إلا حامد لأنه تاب، مو في أرض الله الواسعة. وشنو الإجراءات اللي بتسوونها؟ احنا ننسق مع العقيد غازي ومع جميع الأقسام. ولدك ما يقدر يسافر خارج المملكة لأن عثمان معطيه بطاقة مزورة واسمه وصورته على الحدود. يا رب يا رب خليك مع ولدي يا رب. وهذا يا جماعة كل اللي صار ويانا. المهم رجعتولنا سامين قائمين إن شاء الله. الحمد لله. المهم اليوم الجمعة، وباكر إن شاء الله السبت بروح وزارة الداخلية وراجع الأوراق. من يدري يمكن نحصل الحر في الدول اللي جنبنا. إن شاء الله يكون الجواب شافي. الله يسمع منك يا أبو عبد الله. وعلى العموم أنا أشكرك على وقفتك وياي في الدكان. يا ولد الحلال، ما سوينا شيء، الناس للناس والكل بالله. إيه نعم، أجل إحنا صار لازم نستأذن عشان أبو طارق يرتاح من السفر. توكلنا على الله. يا الله. يا الله، وش هالناس وش هالعالم الحين؟ هذه الرياضة اللي يقولون عنها، ما شاء الله. الولد يا صقر لازم يكون له أهل، وإحنا هلك ونحبك بعد. حنا هلك يا صقر، واللي يقول لك غير هالكلام غير اقطع لسانه، اقطع لسانه. وانا احبكم بعد، والله احبكم. انا مالي لقيط، انا مالي لقيط. كيف ما تلقيط وانت مالك اهل؟ وهلك المفروض يحبونك، رموك في البر. لكن ليه انا بالذات من دون الناس كلهم؟ ليه يا ربي ليه؟ رحمتك يا رب.
اهلا اهلا يا هايل اهلا. سلطان عمرك امر. جهز نفسك باكر تنزل الرياض. اخاف يا طويل العمر ما نزل الرياض، بعدنا الحين في جده. انا عارف صقر زين ما يقعد في المكان اللي دغ فيه. بصراحه هذا الولد مو سهل، حاسس ان جبنا هيتنا. ما عاد بقي لنا شيء يا هايل. صقر هو الورقه الوحيده اللي كان معنا وخسرناها. انا خسرت كل شيء وانت بعد ما بقي لك شيء. لان قاسم لما نعرفك انك بلغتنا عن قصه بحر راح بلغ الشرطه. يا ساتر. بصراحه يا عمي لو انك قتلت ذاك الليله كان فكيتنا منه، ولا كان حد درى انك انت اللي قتلته، ولا حد شك فيني. المره هذه يا هايل مع الاسف اثبتت لي انك مغفل كبير. كيف تطلب مني اني اقتله وانت في ذيك الليله رحت للمزرعه وقابلت العامل المصري وقال لك شوفوا هناك الولد، انا لو ذبحته كان اول من يشتبه فيه انت. ول 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 الله حاسس اني بروح فيها يا عمي. افا وش فيك انت؟ شكت ولول كانك حرمه. اي اي انا رجال. اجلس اشرب الشاي. ان شاء الله. ابيك باكر تتصل على ابو لطيفه وتسالها عن لطيفه واخبارها وتسلمني عليهم سلام وعيد. زين ذكرتيني، انا ان شاء الله باكر اتصل فيه واسلم على لطيفه بالنيابه عنك. وش اخبار نوره؟ بخير. اقصد شيء ثاني. مثل شنو يعني؟ انت اصلا ليش تزوجت مره ثانيه؟ ايه قصدك الاولاد؟ زين عرفتها. انا ما سالتها وهي ما قالت شيء. ليش؟ انا مشتاق احمل ولدك بين يديني وربيه. قلبك كبير يا نوف، وين الاقي قلب مثل قلبك؟ نوره حبيبه وبنت طيبه. اروح عندها والقلب هنا. لا يا ولد عمي، الحق حق ونورة حقها برقبتك وانت المسؤول عنها. أدري، وأنا أقول لها الكلام الزين أتعذب. أحيانا أشوف صورتك بوجهها. اللي صار قدر ومكتوب. البنية ما لها ذنب. وهذا اللي معذبني. أقول لك شيء. قولي لهنوف. انطولت نورة ودها للدكتورة ولا تقصر معها بأي شيء. تراني تحرى ولدك. إن شاء الله، وما راح يصير إلا اللي كاتبه رب العالمين. والاعتراض على حكم الله. ايش صاير؟ ليش صحين؟ يما ما سألتي نفسك انا ليش ما اتصل فيك ولا حتى ايج؟ مزنا ايش فيه؟ علميني يا بنيتي. سليمان يما، سليمان صك علي الباب ومسكر التليفون بس يستقبل. يما انا بتطلع روحي يما. ايش هالكلام اللي قاعده تقولينه يا مزنا؟ يما سليمان يبي يعاملني مثل ما كان المرحوم يعامل لطيفه. الله يخليك يما، الله يخليك تعالي، الله يخليك. خلص يا يما خلص، الحين بجيلس. يلا هاي سليمان خسيس نذل. جدي ايش فيك؟ عسى ما شر. عمتي مزنة فيها شيء؟ تجي معي؟ انا بروح ترى بسيارة توديني ما جيت معي. مبروكة مبروكة. سمي عمتي جيبي عباتي ان شاء الله.
بروح لسليمان النذل الخسيس هذا اتفاهم معه، ولا اروح لاهله يشوفون لي حل. والله لن طقت بمخي، خير اذبح ذبح. اهدي يا جدتي وفهميني وش اللي صار. اسمع، بتروح معي الحين ولا خلك هنيا؟ الا بروح معك. اهدى يا ولدي، اهدى يا ولدي. سم بسم الله، سم بسم الله، بسم الله عليك، بسم الله عليك. الظاهر انك في كوابيس. سم بسم الله يا ولدي. انت من؟ اللي ينزل بيت الثاني ما يسأل انت مين، انا اللي اسألك انت مين. معلش يا عم لا تواخذني، دخلت بيتك بدون اذنك، بس كنت تعبان ما عندي مكان انام فيه، بس الحين بمشي. استنى يا ولدي، أنا ما قلت لك إني متضايق منك، أنا بسألك أنت مين؟ قلوبنا معك مشكورين وما تقصرون، والأمل بالله كبير. ونعم بالله، ترى إن شاء الله تطمنين عليه وتعرفين أخباره في أقرب وقت. إن شاء الله. إن شاء الله، الله يسمع منكم. آمين. ما قلتوا لي شنو أخبارك؟ أخبار زينة على ما تحبي وتتمنين. الحمد لله الوزارة افتتحت المشغل وساعدتنا وما قصروا، وجزاهم الله أهل الخير بعد ما قصروا يا لطيفة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ترى بلدنا كلها خير وما حد يقصر. الله الله. لطيفة، ترى لابد إنك تنزلين المشغل يا بعد عمري، ما يصير. أكيد بروح المشغل، بس الحين ماني قادرة، النار شابة بقلبي، أبي أعرف ولدي وين. وقاعدين ننطر الخبر من وزارة الداخلية. إن شاء الله، إن شاء الله تنولي كل اللي ببالك يا رب. الله يسمع منك. افتحي يا سليمان، افتح الباب ولا كسرته على راسك. افتح يا مال البلاء، افتح وبلا وجع. ايه 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 ايه، شوية شوية على الباب، كسرتوه. وليه تسك الابواب على بنتي يا خايس؟ تحسب ان ما وراها حد ياخذ حقها؟ خلاص يا منصور، كفيني شرك احسن لك، ولا اي كلمه راح ابلغ الشرطه. على ببليسك تهددني يا النذل. خالد اخذ جدتك احسن لك، فضحتونا قدام الجيران، فضحتونا. يا قليل الحياه، تطرد عمتك يا جبان؟ اقول لك خذ جدتك احسن لك، اخذها، ما ابغى اشوف وجهها قدامي. وانا ما بروح من هنا لين اخذ بنتي معي. تاخذينها وين؟ نسيت ان مزنة زوجتي وام ولدي طلال؟ لا ما نسيت، انا اللي كنت غلطانه يوم اوافق على تزويجك اياها. سمعين يا منصور، اللي راح راح، وهذه زوجتي مزنة، واسوي فيها اللي ابيه. زين؟ زين يا سليمان، دواك عندي، انا بعلم اهلك وخليهم يربونك من جديد. روح سوي اللي تبين، أنا سليمان يا منصور، نعم سليمان، ومزنة زوجتي، وأسوى فيها اللي أبغى. لا أنت من جد ما تبي تفهم. حتى أنت ولد منصور؟ حتى أنت تبغى تضربني؟ أمشي عن وجهي، أمشوا، أمشوا. بس 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 يا وليدي، بس الشيطان راكبه الحين. لا يا جدتي، لو تبيني أذبحه الحين أذبحه. وتضيع نفسك على واحد مثل هذا؟ تعال يا عمري تعال، أنا أدري شلون أتصرف معه. تعال يبا تعال. دكتور مسعود، هدي نفسك. ما عرفوش يعني ما عرفوش. أجدع دكتور. حضرتك بتشتغل نصاب؟ اهو زي القعده ما توحكم بقى فيه. البركه فيك. امال بتعالجوا على اساس ايه؟ لا دي حاجات كده زي ما تقول سعادتك وهبه من عند ربنا. وانا كمان قلت ربنا هداه،
ده انا هخرب بيته. لا 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 انا مش فاهم حاجه ابدا. حكاية الدكتور مسعود يوميا 10 مساء على قناة ذكريات. انا ما بشيء من هالدنيا، ما بلا شيء واحد بس، أعرف من هو أنا. أنا ما أدري ليش قلت لك قصتي، وأنا ما أعرف أي شيء عنك، بس حسيت بالأمان يوم شفتك، حسيت بدفء إيدك يوم صحيتني، وبصوتك يوم قلت لي اهدى يا ولدي. طيب انت ليش ما رحت للشرطة وخبرتهم انك ما عملت اي شيء شينة او تستعار منها او تخاف؟ واكيد الشرطة بيعرفوا عنك ذا الحين كل شيء، لان عمك نفل يكون خبرهم عن عتمان والجنبية، ويجوز علمهم منهم اهلك. هذا اللي انا خايف منه، عتمان واحد مو بسهل، واحد يحب الفلوس، عتمان واحد قاعد يلعب ورقتين. الورقة الاولى انه يلقاني ويروح يبتز العم نفل بالفلوس، أو يبتز أهلي، هذا إذا كان عندي أهل أصلاً. وإذا سلمت نفسي للشرطة راح يخسر الورقة الأولى وراح يلعب بالورقة الثانية، وهذا اللي أنا خايف منه. وشن هي الورقة الثانية ولدي؟ راح يهدد العم نفل مرة ثانية أو أي أحد من ديرته، وراح يبتزه مرة ثانية بالفلوس. عثمان قادر يسوي أي شيء، علشان كذا أنا ما أقدر أسلم نفسي، ولازم عثمان يكون عنده أمل إنه يلاقيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قم يا ولدي قصر وجهك وأنا نازل أشتري شيء ناكله. إيه بس يا عم أنا ما بيشغلك معي وأسبب لك مشاكل. أحسن من عذاب الضمير اللي بتخليني فيه. بتمشي وأكون أنا ما ساعدتك. مع السلامة. مع السلامة يا عم. صراحة يا عم انا ابي اقول لك شيء. تفضل يا ولدي، تبغى فلوس؟ انا حاضر. لا يا عم الحمد لله، محتاج اشتغل، اذا تقدر تساعدني يا عم تكون تفضلت علي. الفضل لله يا ولدي، الفضل لله، اكيد اني اقدر اساعدك. بس يا عم ما ابي اشتغل عامل عادي، ابي اتعلم. وانا ساعدك انك تتعلم، تبغى تمديدات كهربائية، تمديدات صحية، قل اللي في خاطرك، تبي بلاط؟ حاضر يا ولدي. أي شيء يا عم، أي شيء، أنت آمر وأنا تحت أمرك. الله يبارك فيك يا ولدي، الورش موجودة وذا الحين بيجون وبعرفك عليهم وبقول لهم إنك قريبي، وأكيد إنهم بيساعدونك ويوقفون معاك. شخص اسمه قاسم يبي يشوفك، يقول ان عنده معلومات خطيره. ما قال لك وش هالمعلومات؟ مصر يقولها لك. طيب خليه يدخل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل استريح. عن ايش هذه المعلومات الخطيرة؟ عن بحر مسافر طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر. أنت متأكد أنه راح الرياض؟ هذا اللي كتبه في الورقة اللي أخذها مني عثمان. وانش اللي خليك متأكد أن اللي هددك وأخذ الورقة هو عثمان، مع أن أنت تقول أنك ما شفت وجهه ولا تعرفه من قبل؟ قلت لك طال عمرك، هاي هو الوحيد اللي يعرف عن بحر مسافر، وهو الوحيد اللي سمعني عندما أتكلمت عند القبطان عثمان. أكيد بيشتغل معاه، وبعد ما هددني عثمان ما عاد شفت وجهه، بالرغم انه هايل كان مواعدني انه يسلمني المضخات تاني يوم. رياض، تروح مركز نقل الجماعي وتشوف اسم بحر مسافر موجود ولا لا. هو الحين صار بالرياض، واحنا تأكدنا من مركز القطع بجدة. أكيد، ما دام عثمان لقى رسالة صقر أكيد بيلحقها الرياض. أغلب الظن وهالحين صقر أو عثمان صاروا ضمن منطقتك، ولازم تكثف دوريات البحث. صار طال عمرك، بس نفل عرف أي شيء على الموضوع؟ لا لا، لا نفل ولا غيره، ولا تبلغون حتى أهله عشان ما يحصل مثل ما حصل المرة اللي فاتت. المسكينة أمها تعشمت تشوفه وبعدين فقدت الأمل، وهالمرة ما يندرى شو يصير. صار طال عمرك. صار أي مستجدات الموضوع نكلم بعض. زين زين، فمان الله. حركات زيادة، ترى المبالغة ذي تفاهم. سيدي طالع كذا فقد يعني على خفيف. وش السوات الحين يا عمي؟ السوات اني ماني مخلي لا حارة ولا شارع حتى البيوت الينا نتق الجربوع هذا. صقر صقر الجربوع مثل هذا يضحك علي انا. طيب اقول لك خلنا بالشارع. اطلع ابشر طال عمرك. عوادك تيجي تزورنا، اقرا هالشي بعيونك. شو السالفة؟ صراحة يا لطيفة، انا قررت اني اهد هالديرة كلها واسافة. ايش قاعد تقول؟ اللي سمعتي. بس ليش؟ على الاقل فهمني السبب. شوف يا لطيفة، الكلام اللي بقولك اياه خليه سر بينك وبيني، وما أبي أحد يسمع فيه، خاصة أبوي. تعرفين صحته تعبانة وما تساعده، ومو ناقص أي انفعالات زيادة. الله يستر. إيش
اللي قاعد تقوله تحكي عدل؟ طارق انت من يوم ما دشيت وقعدت وانت تحاكيني بالالغاز، شو السالفه؟ لطيفه، انا قررت اطلق زوجتي. شنو؟ ليش؟ حرام عليك، المره ما تستاهل. انت اللي تقولي هالحكي يا لطيفه. زوجتي ما بطلت سيرتك من يوم تزوجنا. يعني انا السبب، بس المره خلاص اندمت على موقفها وخلصنا. انا اللي غصبتها على كذي. زوجتي بحياتها بحياتها ما جاب سيرتك الا بالشين. اسمع يا طارق، انت صار لك سنين وانت تبني بهالبيت، تركني انا وابوك وركضت ورا لقمه عيشك، دفعت ثمنها من تعبك وسهر الليالي. ما اعتقد ان في شيء يستاهل انك تخرب بيتك علشانه، حتى لو كنت انا. يا لطيفه ايش قاعده تقولين انت؟ ايش قاعده تقولين؟ انت تدرين زوجتي ايش كانت تقول عنك؟ مو مهم. انت ما سالتي نفسك يوم ليش زوجتي تيجي عندكم البيت وتخلي بنتها عند اهلها؟ بنتك بعدها صغيرة ودلوعة وما تتحمل صبر. هذا السبب اللي هي تقوله. اسمع يا طارق، أنا حسيت بهالشيء من أول ما صرتوا من البيت. أدري إن مرتك تعتبرني ناشز، وعشان كذي تبعد بنتها عني. وعشان هالشيء بعد أنا قررت أطلقها وأهد الديرة كلها. لا، أهد السعودية كلها وأمشي. لا يا طارق، لا لا تهور. أنا ما بيك تسوي شيء وباشر تندم عليه. البنية بعدها صغيرة وهي محتاجت لك. مشكلتي ويا المرحوم من وين بدت؟ بدت من يوم ما أم منصور هدت ولدها الصغير وتزوجت بريال ثاني.